الكاراتيه ومنك كل شيء كان برا بعد ما فتنا على النادي. مقصو يمين كل مستعين نعمل كده ونقعد نرجع نقعد العالم. الكداء هذه هي عبارة عن ثلاث ثواني، ثواني نازلين، ثاني تحت، ثاني ثالث نكون طالعين، فهمتوا علي؟ مش أكثر من ثلاث ثواني، يعني إحنا تحت نكون ثاني واحد بس. هذه إيش الكداء أو عملناها حتى شو هي؟ مين بتذكر؟ تحية من المدرب للطالب. تحية من الطالب للمدرب ومن الطالب للطالب. عادة لما طالب بده يتحدث مع المعلم مش زي في الشارع او في المدرسه او زي محل ثاني بيجي بيعمل له تحيه الاول يعني بحييه وبعدين بيتحدث معه من مدها لهون لهون ماشي بنرجعها مين؟ بنرجعها بنشد على الركبه عشان تصير الاجابه صحيحه ليش؟ مين؟ طن شي الاجر الثاني من هون ليش؟ بنرجع مين؟ ونرجع صم ونرجع شي نرجع كمان مرة جو يعني خلف كثير مين. ما فيش حاجة نضحك لأنه بعطل على التدريب الضحك. مين هذا اللي نايم على ظهره؟ هيتش جو هيتش جو هيتش تيتش هيتش رات هيتش كو هيتش تيتش مع بعض شو بنعمل؟ علمتكم الكيان ولا بعدنا؟ شو؟ علم علم شو الكيان؟ الكيان اوكي يا مي اوكي ايد واحدة هيك قدام مي عنص عنص ورا عنص صار وبتبرمج بتقولها مظبوط ولا ايد ما برمجش عندك شي مسموح نغلط في الكاراتيه ونتخربط ولا ممنوع؟ ممنوع مسموح ليش؟ ايش ممنوع في الكاراتيه؟ شو الشيء اللي ممنوع؟ تعدى على نتدرب بلا نضحك بالضبط بالضبط ممتاز شو اسمك انت؟ جو روك سيتش هاتش كو جيد بقلب بعض ليش؟ البعض هيك شرح هذا في المرة مين؟ شو بدك حالي؟ هيتش مين؟ هذا طلع مين؟ هيتش شوي شوي تعبت؟ اقعد اقعد روح اشرب مي روح اشرب مي روح اكون مشارك مي اليوم هيتش مين؟ فن شي انتوا الاربعه اللي بده يشرب منكم بيقدروا يشرب